مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد في تغطيه جديده على موقع صدى البلد. في ظل اهتمام الكثير الفتره الاخيره بمتابعه اسعار الذهب، فهنوضح لحضراتكم في تغطيتنا مفاجات ساره كشفت عنها وزاره التموين بخصوص اسعار الذهب الفتره القادمه، ونصائحها ايضا للمواطنين هذه الفتره، كما سنستعرض تفاصيل اسعار الذهب اليوم بمختلف اعيرته. كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب في تصريحات لصدى البلد عن ان اسعار الذهب هذه الفتره غير منطقيه، فهناك زياده غير مبرره في الجرام تقدر بحوالي 250 جنيه، ومتوقع هدوء الاسعار مره ثانيه خلال الايام المقبله. ارجع السبب في زياده الاسعار الى انتقال السيوله من شهادات ال 18% واللي خلاص تم استحقاقها خلال الوقت الحالي للذهب، وده اللي ادى الى زياده على الطلب وسط وفره من السيوله في السوق. كمان توقع هدوء نسبي في اسعار الذهب مع انحسار السيوله تدريجيا، خاصه بعد اعلان البنوك عن شهادات ادخار ذات فائده اعلى لاستيعاب السيوله المتوفره من استحقاق شهادات ال 18%. والحقيقه ننصح المواطنين بالتريث وترقب الاسعار وعدم الشراء في الوقت الراهن لحين انخفاض السعر مره ثانيه والوصول الى السعر العادل. اما عن اسعار الذهب اليوم في السوق بدون مصنعيه وفق اخر تحديثات، مع العلم انه بيتغير على مدار اليوم وفقا لاليه العرض والطلب، مفيش سعر له ثابت حتى الان، فهي كالتالي: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 2497 جنيه شراء 2543، عيار 21 بيع 2185 شراء 2225، عيار 18 بيع 1873 شراء 1907. الجنيه الذهب وصل 17480 شراء 17800 بيع. كيلو الذهب بيع ب 2,497 و 2,542 للبيع. تختلف اسعار الذهب في مصر بالمصنعيه من محل صاغه للتاني، يتراوح متوسط سعر المصنعيه والدمغ في محلات الصاغه بين 30 و65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغه ومن محافظه الى اخرى ومن تاجر ايضا الى اخر. نروح لعالميا، فانخفضت اسعار الذهب في ختام التداولات بفعل قوه الدولار الامريكي، لكنها حققت ثاني مكاسبها على التوالي في الربع السنوي الاول من العام الجاري. وتسببت الرهانات المتزايده بان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيره رفع اسعار الفايده في اتجاه المستثمرين الى الذهب. وعلى صعيد ثاني، سجلت العقود الفوريه لاسعار الذهب مستوى 1968 دولار الاوقيه بنسبه انخفاض بلغت 59%، وتراجعت العقود الاجله للذهب تسجل 1985 دولار للاوقيه. والحقيقه ان استقر مؤشر الدولار اثناء انخفاضه امس الجمعه، مما القى بثقله على الطلب على الذهب المسعر بالدولار الامريكي. وادت ايضا ازمه النظام المصرفي الى توقيع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي مؤقتا عن رفع الفايده، وده اللي بيجعل الذهب اكثر جاذبيه للمستثمرين. وقد تجاوز الذهب الاسبوع الماضي 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين امريكيين في وقت سابق من الشهر، وده اللي دفع بالرهانات على ان الفيدرالي قد يوقف رفع اسعار الفايده لتجنب تداعيات اوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي. مشاهدينا، الى هنا تكون انتهت تغطيتنا. نشكركم على المتابعه، والمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الاخباري. شكرا لكم مره ثانيه والى اللقاء.